وتحضر معنا في الاستوديو وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة. سيدة بن عودة، أهلا بك وشكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. شكرا للاستضافة. شكرا لك. بداية، ما هو الحل لهذا الإشكال المتعلق بمعهد ابن شرف؟ هو ساعة يلزمنا نأكد اللي الأزمة هذه دوب توا 3 سنين، أما قاعدة تمشي وتتعقد، وأولها العنف، وإحنا نعرفوا ديما نقولوا ردوا بالنا من العنف، العنف يولد كانش العنف ويعقد الأمور. إحنا اليوم خط أحمر عندنا الامتحانات، ونأكد هنا سلطة الإشراف قامت بكثير من الحوارات مع الأطراف الكل، حاولنا نسمعوا أنا والفريق متاعي، الأطراف الكل، الأساتذة، الطلبة، حتى مجلس جامعة المنار اللي هما جاي، وسمعناهم الكل وسمعنا شفنا القضية. القضية متشعبة هي، راهو نعرفوا إحنا في تونس كي تدخل ساعات السياسة في حاجة تزيد تعقدها. انا شو نقول يلزم ضبط النفس. احنا الحقيقه حاولنا نبعدوا اكثر ما يلزم انه الامن يتدخل، خاطر نحبوا اليوم الجامعه نتاعنا تكون مفتوحه للجميع، وما فماش علاش ما نتفاهموش من غير امن. وحاولنا نقدموا حلول، وقدمنا حلول حتى للطلبه، واللي حكينا مع الاساتذه، وحاولنا فما حاجات زاده ما نجموش نطلبوا حاجه مستحيله. معناتها طلبه طردت مرتين من المؤسسه هذيك، وفما برشا عنف، وفما دمومات، وفما قضايا في المحكمه والكل، وتقول نقرا كانش غادي، ماهوش معقول زاده. نعرف اللي طالب نحاولوا احنا ولادنا ويغلطوا ونحاولوا نحلوا مشاكل، يلزمهم يعتذروا ساعه، ما يلزمناش نشوفوا الطالب معناتها فما عنف اللي ماهوش حل هذاك، مش هكاك نحلوا المشاكل، مش هكا نعلموا صغيراتنا، نقول لهم نجموا نتحاوروا، فما حلول تكون معقوله. احنا قدمنا الحلول هما رافضوهم. اليوم فما برشا عنف صحيح، معناتها اللي يقولوا فيه برشا عنف، وراهو كان عندنا الكثير ولا الكثير من اللقاءات، معناتها مدير المؤسسه ورئيس الجامعه التجؤوا للنيابه العموميه باش تتدخل. انا نقول خساره، خاطر ما نحبش نوصلوا للنيابه العموميه، اما اليوم ما عادش عندنا حتى حل، على خاطر الامتحانات هي خط احمر، ويلزم الطلبه نتاعنا يعديوا الامتحانات نتاعهم في احسن الظروف. راهو مش ليكول الوحيده اللي صارت فيها مشاكل، في كثير من المؤسسات صارت مشاكل وحليناها. علاش حليناها؟ خاطر الاطراف الكل كانت تحب تحل المشكل، نحبوا نلقاو حل، ولقينا حلول، ودخلت وزاره التعليم العالي وحلت المشاكل، وحتى المشاكل اللي فما قاعدين الحل فيها. بيد من الان؟ والله الحل احنا مادام فما تعنت من طرف الطلبه، معناتها تعنت كبير، وفما خلط زاده في الامور، يقول لك انا نحب انسبكسيون للاداره، قول لهم احنا ذيك احنا لاهين بها، هذيك حاجه تهم الوزاره ما تهمش الطلبه، حتى كان فما شكيات احنا نشوفوها وندرسوها ونقوموا باللازم. الامتحانات ما نجموش نوقفوا مرفق عمومي، احنا هذا اللي ناكد عليه، مرفق عمومي ذاك ملك للجميع، يلزم العباد الكل تقرا، ويلزم الطلبه يعاديوا امتحاناتهم. مش من المعقول تعطيه الامتحانات وماهوش حل زاده. الامر الفعلي الان كيف سيتم الفعلي الرجوع احنا الى الامتحانات وتنظيم وجهه واضحه للطلبه الذين ليس لهم اي علاقه صحيح بهذا الاشكال؟ صحيح، ما عندهم حتى علاقه بهذا الاشكال، واحنا توجهنا معناتها كما قلت مدير المؤسسه ورئيس الجامعه توجهوا للنيابه العموميه باش يعملوا الحمايه اللازمه للمؤسسة. مؤسسه باش نجموا نعديوا الامتحانات، الاساتذه الكل والطلبه الكل يحبوا يعديوا الامتحانات، والاساتذه زاده يحبوا يعديوا الامتحانات، واحنا قاعدين نتابعوا بالموضوع. هاني قلت لك صار كثير وكثير جدا من الحوارات، معناتها يمكن تظهر لهم صوت الاشراف باش تتدخل، لا حاولنا ندخلوا، كان عندنا معناتها مع الفريق نتاعي نقاش مع الاطراف في الكل، فما تعنت الحقيقه من طرف الطلبه هذيا اللي ازمت الامور، وانا الحقيقه ندعو لوجات باش معناتها شويه ضبط النفس ويخمم في مصلحه الطلبه اللي هما اصدقائهم ورفاقهم. طيب، ولا يتم ذلك الا بالحوار بطبيعه الحال. كيف يتم تسيير الامتحانات اليوم في ظل انتشار هذا الوباء؟ هو راهو سنه عام صعيب الكل، كانت سنه استثنائيه وذي نعرفوها الكل، فما انتشار الوباء وفما الحقيقه ظروف، حتى راهو ظروف سياسيه ما نعرفوا. احنا الجامعه هي مرآه المجتمع زاده، معناتها نشوفوا اللي صاير نشوفوه شويه، والسنه كان عام زاده سخون شويه، خاطر فيه الانتخابات، انتخابات الطلبه، انتخابات في الجامعه، رؤساء الجامعات، المديرين والكل، حتى الجامعه العامه فما عندهم انتخابات، كانت الامور سخونه شويه. احنا كنا كل مره ندخلوا اللي كان في العاده يظهر عادي، سيرة ومش عادي كان معناتها مجهود كبير، اما الحقيقه الاطراف الكل فما برشا ضبط نفس، وفما برشا معناتها مجهودات صارت. نحب نقول اللي فما الامتحانات الوطنيه، فما امتحانات اللي تابع خبراء المحاسبه، وفي الجمعه اللي تعدات في احسن الظروف. نشكر اللي معناتها دخلوا الكل. هناك مناطق موبوءه اليوم سيدة الوزيرة، فما مناطق موبوءه، وعندنا مناطق اعلنت مغلقه، صحيح. فكيف
سيتم أو كيف تدور فيها الامتحانات اليوم؟ احنا هنا حاجتين، عن الامتحانات العادية وعن الامتحانات الوطنية. نعرفوا نعم. الجمعة هذه عن الامتحان الوطني لدخول لمدارس الهندسة في قروان. الحقيقة فما خدمة كبيرة تعملت سبت ولحد باش نحاولوا نلقاو حلول. فما مثال طالب اللي كان يعدي في القروان وهو مريض مرض السكري، بدلناه المستير. فما طلب آخرين حاولنا نحيطوا بهم معناتها، ومع السيد الوالي ومع الحقيقة السلطات الجهوية كان معناتها تشاور كبير وحاولنا يعديوا الامتحانات. اليوم تعدى لباس. فما زاد عملنا قاعات كوفيد للطلبه اللي نجم يكونوا مرضى كوفيد. اليوم كانت عندنا 11 حاله حطيناهم في سالات وحدهم، سالات كبيره، وخذينا الاحتياطات اللازمه. احنا نعرفوا بالخصوص امتحان الوطني ما ينجمش يتعاود. الامتحانات الاخرين قلنا وقت اللي نتلزوا انا نوخروهم كان نجموا نعملوهم. وعملنا زادة دورات كوفيد، دورة أساسية كوفيد، دورة معناتها كنترول كوفيد، باش حتى الطالب السنة ما يضر. طيب الاحداثات الجديده على مستوى الشعب في دليل التوجيه الجامعي، فما كثير من الاحداثات في الاعلاميه، واحنا حتى في الشعب نتاع الاعلاميه زدنا طاقه الاستيعاب 5%. نعرفوا الفئه التشغيليه كبيره وطلب كبير. فما برشا شعب اللي ما فيهمش طلب كبير، قلنا يمكن هذوكم يلزمنا ننظروا فيهم، ما نجموش نعملوا شعب بسته وسبعه طلبه. معناتها هذه مراجعه كبيره قاعدين نعملوا فيها، وبرشا حاجات اخرين حتى في فيما يتعلق التوجيه برنامج أفق أوروبا. أفق أوروبا هو برنامج كبير، احنا كان عندنا أفق 20 ونجحنا فيه. تونس وكانت عندها صفة شريك مع الاتحاد الأوروبي. صفة شريك هذه تعطي امتيازات كبيرة لتونس، نفس امتيازات مع الدول في الاتحاد الأوروبي. واليوم أفق أوروبا اللي هو يبدا 2021-2027 في امتيازات كبيرة لتونس، باش نحاولوا تكون عندنا ديما صفة الشريك اللي باش تعطينا امتيازات. أما راهو نحب نقول جديد في البرنامج هذا اللي احنا باش نحاولوا نفسروه أكثر في لقاء اخرى، ما عادش البحث العلمي برك باش يستنفع. عملناه واستنفعنا ب 12.21 مليون اورو اللي هو مهم جدا، وخلانا نشريو برشا معناتها الحقيقه معدات علميه. اما سنة راهو باش يشمل المؤسسات الاقتصاديه والمجتمع المدني اللي نجم يستنفع بتمويل كبير كبير من افق اوروبا. احنا باش نحاولوا على كل حال نعاونوهم على ذمتهم. بصوره بارقه، خطه لتطوير، هل من خطه لتطوير قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي في المدى القريب؟ اكيد. هي ساعه اول حاجه البنيه التحتيه الرقميه احنا خدمنا عليها، وكما وعدنا اليوم نشوف في مستير والولايات الاخرين الكل قاعدين يحطوا في لي بورنوي في بروفيسيونيل اللي وعدنا بهم سي حضروا قاعدين يحطوا فيهم. اول اكثر حاجه نخدموا عليها الرقمنه في الخدمات، الرقمنه زاد السنه خدمنا شوط كبير فيها في التعليم. هذوما من الحاجات اللي نخدموا عليهم. في التطوير بطبيعه لازم بنيه تحتيه تكون موجوده باش التطوير يكون في احسن نسق. شكرا وزيره التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عوده، شكرا جزيلا لك على كل هذه